مع ارتفاع معدلات الخطف والجريمة المنظمة داخل العاصمة بغداد، دخلت منظومة صقر بغداد الإلكترونية العمل بنشر منظومات رادار في مختلف شوارع العاصمة لرصد حركة السيارات وتحديد المطلوبة والمشبوهة منها، بإشراف من قيادة العمليات وبالتنسيق مع محافظة بغداد. منظومة حديثة جداً ومتطورة وقادرة على كشف حركة العجلات في أي منطقة من بغداد، أين كانت العجلة وأين ذهبت، المسير الذي سارت به. كثير من المعلومات تنتقل لهذه المنظومة من قبل مراقبة المكثفة لحركة العجلات. طبعا عمليات بغداد هي المسؤولة وفي البقعة الجغرافية لمحافظة بغداد. المنظومة تقوم بتوفير قاعدة بيانات متكاملة عن السيارات وأصحابها من سكنة العاصمة، وعن طريق لواسق ورموز توضع في مقدمة السيارة ويتم التعرف عليها من خلال رادارات صغيرة ثابتة ومتحركة في مختلف الشوارع الرئيسة، تنقل إلى غرفة مراقبة مكونة من مختلف ضباط الأجهزة الأمنية، مما يسهل أيضا عملية تتبع السيارات المسروقة ومعرفة مكان تواجدها خلال دقائق. من ضمن الإمكانيات اللي تحملها يعني في حالة سرقة السيارات تقدر تتعرف على السيارة المسروقة يعني بلحظات، مجرد ما تتعمم رقم السيارة من هنا من داخل عمليات بغداد غرفة السيطرة اللي هنا بدي اشوفها، خلال ثواني راح تتعمم على كل السيطرات ويتم إلقاء القبض عليها. تفيد بشغلات الخطف وشغلات الإرهاب. أكو هنا مجموعة من الأجهزة الأمنية من ضمنها مكافحة الإرهاب، المرور، الأمن الوطني وبقية الأجهزة الأمنية همينة مشتركة بهذه المنظومة، كل واحد حسب اختصاصه هنا. وبرغم ترحيب سكنة العاصمة بغداد باستخدام الأجهزة الأمنية للتقنيات الحديثة للحد من العمليات الإرهابية والجريمة المنظمة، إلا أن البعض شكك باستمرار مثل هذه الشركات الأمنية بالعمل في ظل تجارب سابقة كان مصيرها الفشل على حد قولهم. هاي التجربة بصراحة تجربة جديدة زين، وإحنا نتأمل من عندها خير إن شاء الله وتحد من عمليات السرقة للسيارات. سويها هاني هذه اللزقة موجودة هنا ورحنا هم راجعنا ودينا مستمسكاتنا ونزلوها بالحاسبة وراجعنا ورا فترة ودقوها وهم نزمنا سرعة ونفس الشيء، يعني ما أعرف تثبت هذه الشغلة أو ما تثبت، إن شاء الله تثبت. واستثمارا لإقبال المواطنين على تسجيل سياراتهم في منظومة صقر بغداد الإلكترونية، أعلنت مفوضية الانتخابات عن تنسيقها مع قيادة عمليات بغداد لغرض تسجيل المواطنين بيومتريا من خلال نشر فرقها الجوالة في نحو 15 مركزا تابعا للمنظومة. أحمد عرام، الحرة، بغداد.